السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين ضاحكين ناشطين؟ ايوا الحمد لله. اول حاجه كنبغي نقول لكم مبروك عيدكم، وان شاء الله يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبالهنا وبراحه البال وبطولة العمر ان شاء الله لينا وليكم كاملين، وان شاء الله الامه الاسلاميه في العالم كامل تكون بخير وعلى الف الف خير. المهم ما جيتش خاويه، نبارك لكم العيد ولكن ما نخليكمش تمشيو بلاش، نعطيكم الكادو. غادي نخلي واحد جوج الوصفات زوينين زوينين ساهلين ماهلين، اللي المكونات ديالهم كيف العاده كنقول لكم موجودين في الدار، ما غاديش تمشي تقلبي عليهم ولا تشوفي يعني هذه كاينه هذه ما كايناش هذه. المهم داكشي كلشي كاين في الدار، نتيا غتخلطي داكشي مع داكشي، كلشي موجود صافي. بقاو معايا. تحت طلب بزاف ديال البنات واولا النساء اللي طلبوني عليها، قالوا لي منى عطينا الوصفه ديال تكبير القنينفات اولا الشنايف ولا الشوارب. المهم غادي نعطيكم واحد الوصفه زوينه بزاف اللي هي الصراحه ماشي كتكبر لك مثلا القنانف لمده طويله مثلا يومين ولا 3 ايام، ولكن كديريها مثلا كتبقى لك من الصباح مثلا حتى العشيه ولا هذا ولا حتى الليل على حسب صافي. المهم الوصفه ما كتحتاجش بزاف د الحاجات، واول حاجه غادي نبداو بها هي غنبداو بالتقشير، يعني غندير واحد البيلينغ القنينفات هو الاول باش كنحلوا هذوك المسامات، باش ملي نحطوا المكون الثاني اللي هو اللي غادي يعطينا الفوليوم وينفخ لينا القنانف غتكون نتيجة زوينه. اذا المقشر البنات اشنو هو؟ خدينا هنايا عندنا سكر سنيده مثلا معلقه ديال السكر سنيده، غنزيدوا عليها معلقه ديال الزيت، اي زيت كيعجبكم نتوما، يقدر يكون زيت الزيتون زيت ارغان زيت اللوز الحلو. انا هنايا كنستعمل الزيت المفضل ديالو هو زيت الايوكاليبتوس. هذيك المعلقه ديال السنيده غنزيد عليها واحد المعلقه ديال الزيت كما قلت لكم الزيت المفضل اللي عندكم صافي. كتخلطوا مزيان، اليوم العيد البنات نتهلاو في راسنا علاش لا، وعيد سعيد صافي. خلصت هذيك المعلقه ديال السنيده مع معلقه ديال الزيت، وغادي نبدا بلاتي السالف السالف البنات، غادي نبدا التقشير بحال هكا. علاش هاد التقشير؟ اول حاجه نديرو التقشير عندي داك الزيت حار باش كيحل لينا دوك المسامات، يعني كاين قلت لكم ملي غادي نديرو الوصفه الثانيه غادي تشد لينا مزيان هكا. غتبقى واحد دقيقه بحال هكا كل جوج دقائق، انا غاداش ندير دقيقه ولا جوج دقائق دغيا دغيا غادي نسالي غنمشي نوريكم هكا. كيحرق هاد الزيت حرقني في عينيا. هكا صافي. نتوما غادي تبقاو عرفتو الزيت عندي مع داك بحال الفليو حار كاع مرت السكر. المهم معليش صافي، كتمسحو كتاكلو شويه وكتمسحو شويه. انا البنات غادي تمسحش ليا كلشي كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لان عندي تروكو سيمي بيرمانينتي ما غاديش يتحيد ليا حيت ما كيتحيدش.
مهم ما تشوفوش انتم مرة، انتم شوفوا غير فوليوم. من بعد انا دابا خليت واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق، وما قلتش لكم واحد الحجم اللي تكونوا ديروا هكا هاد العسل القرفة على القنان بحال هكا، حاولوا توركم هكا بحال هكا، حيت ملي درنا في الاول التقشير كاين قلت لك هذوك المسامات كيتحلوا. اذا الى وركنا باش وركنا على هاد سميتو القرفه والعسل اللي درنا دابا غادي يدخل، يعني القنان ديالنا غادي يشربوا هذيك العسل والقرفه. اول حاجه غادي نستافدوا بعدا كاين من داك العسل اللي درنا، حيت المسامات محلولين كيدخل العسل والقرفه وهما اصلا مفيدين للبشره. وال دابا غادي نمسح عادي، ما ندير لا ما حتى شي حاجه، نتوما تشوفوا. وحاجه اخرى غادي نقولها لكم باش ما نكون باش نكونوا واضحين، اللي تخيل مثلا قبل ما يستعمل هذا على فمو غادي تخيل شي نتيجه زعما هذيك القنانف، لا هذا كيعاونك اولا كيزيد الفوليوم شويه. وقد ما خليتيه الشيء اللي خليتيه مثلا حتى 8 دقائق غادي يعطي لافي ديالو. صافي انا هنا درت 3 4 دقائق باش ما نطولش، لان تابعني وصفه اخرى باش ما نطولش. صافي كنصحى هكا عادي. اما بالنسبه لي غات الفوليوم شويه عاوتاني زيد، كديري في بلاصه القرفه كديري السودانيه بيبرونتشينو. صافي انا مسحت، غادي ندير واحد شويه ديال الزيت، اي زيت كتستعملوا. اما ملي كتحطي بحال هكا شي كلوس ولا شي حاجه على فمك كيبان كثر. انا دابا غادي ندير، انا ما عنديش كلوس ولكن غندير غير هذا. هانتوما كيبان ليكم، شفتوا هنا هاد البلاصه هادي كنحس بها تنفخات هنا وهنا، شفتوا كما قلت لكم هو كيعاون وما كيبقاش مده طويله، راه ما كيبقاش يومين ولا 3 ايام ولا كيبقى لك نص نهار، 6 السوايع 5 السوايع على حساب مثلا الانسان غادي مريض ولا غادي خارج ولا هذا، يستافد من هذه الوصفه. ملي كديري مثلا تقشير لوجهك وهذا ديري معاك هذه الوصفه راه زوينه واصلا صحيه، ولو ما تنفخش لك الشفايف هي اصلا صحيه. ودابا ها حنا سالينا من هادي، غادي ندوزو الوصفه. شوفوا البنات شتو هنايا كنحس بيها، دابا راه كنحس بيه اصلا، انا كنحس بيه منفوخ. غادي ندوزو الوصفه الثانيه واللي هي عباره على واحد المحلول غادي نصوبوه كنشلو به الفم ديالنا اللي كيعاني مثلا من التهاب اللثه، كيسيل ليه الدم من فمه مثلا بزاف، الفم ديالو دائما طيب. وهذا هاد الوصفه زوينه، وكما قلت لكم كل شيء موجود في الدار، ما علينا غير نجبدوا المكونات ونخلطوهم. واللي هي عباره على مهم نحيدوا هذا، صافي سالينا منه ديال الفم. سميتو غنغسل يدي بعدا بما انني باتة حدا لافابو، نغسل يدي. هذا هو المكان الوحيد اللي كنقدر نصور فيه على خاطري. ندوزو للوصفه الثانيه واللي هي كما قلت لكم واحد البامبوش غادي نصوبوه اللي فيه القرنفل. البنات ها هو ساله حيت كنستعملو بزاف، شتو كنستعملو في بزاف ديال الوصفات، ها هو ساله القرنفل والنافع وحبه حلاوه. كنشدو هادو بثلاثه بيهم، مثلا كناخذو 3 المعالق ديال النافع، 3 المعالق ديال حبه حلاوه، و3 المعالق ديال القرنفل، كنطيبوهم في الماء. مثلا كتاخدي واحد 2 كيسان ديال الماء، كن ما كطيبوهمش بزاف، اما كتغلي الماء بوحده وكتخوي عليهم الماء وكتخليهم واحد الليله كامله بيتين من الاحسن. يعني كنفضل انكم ديروا الطريقه ما تطيبوه. وهذا هو الغسول ديال الفم اولا البامبوش اللي وجدنا، ها نتوما كتشوفوا شتو، يعني داك القرنفل وحبه حلاوه والنافع كنخليهم حتى كيطلقوا مزيان في داك الماء، وكنبداو نستعملو عادي. يعني من مورا الغسيل بالدونتيفريس كتشلو فمكم عادي بهذا البامبوش. وما تنساوش بان القرنفل راه معقم، يعني راه مزيان مزيان للثه والسنان، وكيعقم لينا بعدا كينا الفم بعد مرات
بحال هكا كيما قلت لكم، ملي كتكون هذيك اللثه كتسيل بالدم ولا كي حيت هذيك الرائحه زعما الريحه الخايبه اللي كتكون في الفم، زوين. كنتمنى انكم تجربوه وترجعوا لي الخبر، راه زوين زوين وكيجمع، يعني ملي كتشلوا به فمكم كتحسوا بديك اللحم ديال السنان كيتجمع. غير جربوه وما غاديش تندموا. اللي بغيت نقول لكم بان القناه ديالي راه ما غتكونش مركزه فقط على الوصفات التجميليه او لا الطبخ او لا، يعني غادي يكونوا روتينات، غادي يكونوا فلوغات. ما كنتش كنقدر ندير لي فلوغ وهذا حيت راكم عارفين مع هذا المرض وهذا الشيء ما كناش كنخرجوا، ودابا الحمد لله شويه بدات الدنيا كتزيان وهذا، يعني ما بقاش ولينا كنخرجوا وصافي. وبالنسبه للي مشاركينش في القناه شاركوا في القناه وان شاء الله يوصلكم اي جديد، ومشاركوا مع بعضياتنا الا كانوا بحال هكا بحال اليوم مثلا، وصفات سهله زوينه نستافدوا منها وصحيه قبل ما تكون مثلا تجميليه راها صحيه كنستافدوا منها بالنسبه للصحه ديالنا، وفي نفس الوقت يعني كتكون تجميليه، يعني احسن من المواد اللي كنشريو من المتاجر او لا من فارماسيه ولا هذا. وغادي نقول لكم باي باي عليكم.